السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أطفالي. والآن نعود لتصحيح هذه التمارين. نبدأ بالسؤال الأول، قلت ألونوا حرف الظاء. لدينا حروف، سنبحث عن أشكال حرف الظاء. انظروا، فهذا الحرف هو حرف الصاد، ليس بحرف الظاء بل هو حرف الصاد. أما هذا الحرف فهو حرف الظاء، نعم فهذا حرف الظاء. سنلون الخانة. أما هذا الحرف فهو حرف الطاء، الحرف الموالي فهو حرف الحاء. أما هذا الحرف فهو حرف الضاد، الحرف الموالي فهو حرف الظاء في أول الكلمة. نعم، الحرف الموالي فهو حرف الصاد، الحرف الذي يليه فهو حرف الظاء في آخر الكلمة. سنلون هذه الخانة هكذا. الحرف الموالي فهو حرف الياء، الحرف الذي يليه فهو حرف الطاء، والحرف الأخير فهو كذلك حرف الظاء في آخر الكلمة. سنلون الخانة كاملة هكذا. الآن نمر للسؤال الثاني، يقول أتمم كل كلمة بالحرف الناقص. حرف الظاء مع كسرة ظي، مع فتحة ظ، مع ضمتين ظن. محفظات. قلت الفراغ هنا جاء في وسط الكلمة، سأكتب حرف الظاء في وسط الكلمة. خط أفقي، خط مائل، نصف دائرة وخط أفقي، وخط عمودي ونقطة وفتحة هكذا. لف لف ظن لف ظن. الفراغ هنا جاء في آخر الكلمة، فحرف الظاء في آخر الكلمة فهو هذا الشكل. سأرسم خط أفقي، خط مائل، نصف دائرة، خط أفقي قصير، وخط عمودي ونقطة وضمتان هكذا. الكلمة الأخيرة وهي لن. النقط هنا جاءت في أول الكلمة، فالشكل الذي يناسب هذه الكلمة فهو هذا الشكل، به خط أفقي على اليسار فقط، خط مائل، نصف دائرة، خط أفقي طويل لأنه متصل بحرف اللام، خط عمودي، نقطة وكسرة هكذا. نقرأ: محفظة محفظة، لفظ ظل. السؤال الأخير يقول أصل بخط بين الكلمة والصورة المناسبة لها. الكلمة الأولى وهي ظرف ظرف. أين هو ظرف؟ نعم فهذا ظرف. نظارات نظارات، فهذه نظارات. الكلمة الأخيرة وهي محفظة، هذه محفظة.
هذا كل ما يخص تصحيح التمارين. أستودعكم في أمان الله.